السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة يا شيخ. نعم. شيخ، وأنا كنت عايز أقولك إن أنا بس يعني تعبانة شوية من فكرة اللي هو يعني التفرقة العنصرية بين البنت والولد، فأنا مش عارفة يعني إيه لا، اللي هو عفوا إيه عفوا عفوا عفوا، كيف التفرقة العنصرية بين البنت والولد؟ مش فاهم، من الذي فرق تفرقة عنصرية بين البنت والولد؟ يعني في المعاملات، يعني في ال تقصدي أب ظالم مثلا، ولا تقصدي الميراث، ولا تقصدي إيه بالضبط؟ يعني مثلا في البنت مثلا بيقولوا لها ما تعليش صوتك، ده طيب انت مش مفروض على البنت الولد في القرآن، لا، انا بس مش اسال الولد بس. سؤال. لا عفوا، بس انا اسال سؤال، انت تتكلمي من ناحيه التفرقه الاسريه او التفرقه الشرعيه، يعني ربنا مثلا قال في الميراث للذكر مثل حظ الانثيين، انت تعترضي على هذا او تقريه؟ انا مش بعترض، بس ايوه انا يعني زي مثلا الرجال قوامون على النساء، ايوه لماذا يعني من جوايا تقصدي؟ من جوايا يعني انا متضايقة، بس بحاول ان انا عشان بحاول ان انا اقنع نفسي ان انا راضي عشان ربنا ما يغضبش عليا، طيب بس اسمع انا زي الكلام، مثلا بس انا مش اسمع اسمع مهتمة الكلام، عفوا. يعني في الصراع هو ربنا بيني وبين نفسي. اسمعيني بس، هو ربنا سبحانه وتعالى، وانا وانت نعرف ان الله الذي خلقنا وانه ليس بظلام للعبيد، فهو علل الحكم الرجال قوامون على النساء. لماذا؟ ذكر ربنا امرين، قال بما فضل الله بعضهم على بعض، يعني في القوة البدنية والعقلية. يعني أنت كفتاة كم سنك؟ كم عمرك؟ 18 سنة. 18 سنة. إذا جبنا لك ولد يصارعك عمره 18 سنة، هتغلبيه ولا يغلبك؟ هيغلبني. هيغلبك، لأن الله جعله أقوى تلقائيا. بعد كده أما تحملي وتولدي إن شاء الله بسلامة الله، أصبحت مثلا 40 سنة، هنجيب شاب رجل عمره 40 سنة، هيغلبك أكتر ولا أنت اللي هتغلبيه؟ هو اللي هيغلبني. ما يعني في قوة ربنا جبل الرجل عليها، بما فضل الله بعضهم على بعض، الرجال أقوى من النساء. ثانيا، العلة الثانية التي ذكرها ربنا، وبما أنفقوا من أموالهم، فالرجل يدفع لك المهر ولا أنت اللي بتدفع مهر الرجل؟ الرجل يدفع المهر. من مسؤول عن النفقة اليومية في البيت؟ المرأة أو الرجل؟ هو الرجل. من الناحية الشرعية، فلهذا له القوامة للقوة البدنية، بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالرجل مسؤول عن الإنفاق ولو كان أبوها ملك، الرجل مسؤول عن المهر، المرأة لا تدفع مهرا، الرجل أقوى جبلة من المرأة. ثم إن الله أثنى على النساء بعدها، قال فالصالحات قانتات مطيعات في المعروف، ليست الطاعة مطلقة كما الرسول قل إنما الطاعة في المعروف، قال فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. فالمرأة في البيت، وانت نفسك مع أبنائك، ليه انت أمرك يطاع في البيت على بناتك؟ يعني الأم تأمر بنتها، البنت تطيع ليه؟ عشان لأنه ما مسؤول عن رعيتها، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فيعني ما تزعليش، لأن الله خلق لك ثديا، ما خلق للرجل ثديا، الله جعلك تحملي، ما جعل الرجل يحمل، الله جعلك تحيضي، ما جعل الرجل يحيض. فكل واحد في جبلات جبل الله الخلق عليها. الله جعلك مثلا متوسطة الجمال، غير جميلة جدا، غير دميمة. السلام عليكم.